إلا بروكيرس. قال أنا في سيد رئيس إحنا يمكننا نتلوم ملاحظات في الاتفاقيات. أولا قلت لكم نشكر الاجتماعية على هذا التعليق، وكذلك نشكر الله تبارك وتعالى والسلطات المحلية على انتقال المملكة من المستوى البرتقالي إلى المستوى الأخضر فيما يخص كورونا. فيما يخص النقطة اللي بغيت وهي الاتفاقية المتعلقة بدراسة الكنسول العام في اتفاق الشراكة مع وكالة التنمية التقليدية للجنوب والمكتب المدرسي والجامع الدولي للوصول لتوسيع مدرسة أوديت دي بيكابو للداخل. كان هذه هي السيد الرئيس أولا قبل كل شيء هذه المدرسة كانت تعود مدرسة إسبانية سابقة بعد كاع، ولكن ما في مشكل جات المدرسة الفرنسية ونحن نطلب العلم أخا أي ولكن كان غالي بأن هذه المدرسة خاصها تعود تعرف ما عليها وما لها. أولا وقبل كل شيء هذه المدرسة بناتها الدولة وهي ما يكاري. ثانيا الأثمنة اللي دايرة في المدرسة أثمنة باهظة وكبيرة، والفقير ما عنده محل، الفقير ما عنده بلاصة في هذه المدرسة. ثالثا وهذا هو الأخطر، الملح فممنوع والجلابية أش هادشي؟ أش هادشي؟ غير الملح، حنا قاعدين غير الملح في الجلابية. أنا يا سيدي دولة إسلامية وخاص يا سيدي هاي المدرسة هاي الشروط ما تفرضها علينا هم، أغير مين يشارك في فرنسا أقرا تمنع عليه الملح وتمنع عليه حتى الباس الثاني وتلبس الباس اللي فات. هذا غير ما أنكم تاخذوه بعين الاعتبار وتخلصوا فيه.